傻，善良美丽爱温柔顾家，心灵手巧运作妈妈，用心أذهب وحدي إلى المدرسة. يا أمي لا تصليني للمدرسة اليوم. لماذا؟ إن مدرستي في الحي المجاور، يمكنني الذهاب وحدي، فإن صديقتي تستطيع الذهاب وحدها إلى هناك. ميخوا ميانخوا تانغ، سوف أسمح لك بالذهاب وحدك، لكن دعيني أنا وميخوا نقوم بإعطائك محاضرة للحفاظ على السلامة. محاضرة للحفاظ على السلامة؟ سيتظاهر ميخوا وكأنه أنت، ولنرى ما الذي يمكن أن تقابليه في طريقك. إنني لست قبيحة هكذا، ميخوا لا يشبهني أبدا. هذا مجرد مثال فقط، إن أردت الذهاب وحدك فاستمعي بحرص، عليك النظر إلى إشارات المرور. ميانخوا تانغ، انظري جيدا، إن عبرت الطريق وكانت الإشارة حمراء فهذا خطأ كبير. الضوء الأحمر والضوء الأخضر، أمي أعلم كل هذه الأشياء. لا تتناولي المأكولات أثناء عبور الطريق. ماذا ستفعلين إن رأيت أحدا يبيع الوجبات على جانبي الطريق؟ لن أشتري مأكولات الشارع أبدا، لا أريدك أن تقلقي، لن أفعل مثل ما فعل ميخوا. لا تتحدثي إلى أحد غريب، سأعطيك الحلوى يا ميخوا. كان ميخوا نموذجا سيئا، فماذا كنت ستفعلين أنت؟ إن أراد شخص اصطحابي فلن أذهب معه أبدا، وإن كنت أعرفه سأسأل عن كلمة السر التي بيني وبينك، وإن كانت صحيحة فلا بأس من أن أذهب معه. اعتني بنفسك جيدا. لا تقلقي، أنا سوف أذهب مع شياو بينغو إلى المدرسة. إلى اللقاء. وداعا. لما أنا قلقة هكذا؟ حسنا، سأتنكر وسأتسلل خلفهما، وبذلك لن يكشف أمري على الإطلاق. هذا رائع جدا، حتى ميخوا لم يتعرف علي. الإشارة حمراء، لا تعبر. أيها الفتاتان، كيف لكما أن تعبر الطريق؟ هذا خطر للغاية، ألا تعلمان هذا؟ نحن لم نعبر أثناء الإشارة الحمراء، كانت خضراء فعبرنا. لقد تغيرت الإشارة بسرعة. يا خالة أن، من قام بكسر الإشارة؟ أنا لم ألاحظ الإشارة. يجب عليك أن تحترفي جيدا بعد ذلك. إلى اللقاء. تناول الوجبات الخفيفة من الشارع شيء سيء للغاية. يجب ألا تأكل من الشارع، ستصابان بوعكة. إننا لن نأكل من الشارع، نريد مساعدتها في العبور.
تحبان مساعدة الآخرين؟ أنتما مهذبتان. هيا. أيها الشرطي، قامت هذه المرأة باتباعنا في كل مكان، ولا أعرف لماذا دائما تتحدث إلينا. صحيح. من فضلك أعطيني بطاقة الهوية. ما هذا؟ إنها خالة. صغيرتي، أتعرفانها؟ بالطبع أعرفها، إنها أمي. لقد تنكرت بهذا الشكل ولم أعرفها. إن هذا خطأي أنا أيها الشرطي، فهذا هو أول يوم تذهب فيه ابنتي إلى المدرسة وحدها، ولم أطمئن لذا تتبعتها سرا. حسنا. يا أخوة تانغ، قد أخطأت هذه المرة، لكنك أبليت بلاء حسنا. فلتطمئني، كبرت بالفعل وأستطيع الاعتماد على نفسي. فهمت ذلك. إلى اللقاء. طفلة الفضاء. يا أخوة تانغ، فلتبتسمي أكثر. جميلة. مرحبا، نحن جمعية الفضاء، وأنت الطفلة رقم 1000 التي التقطت صورة. أصبحت طفلة الفضاء المحظوظة. يا أخوة تانغ، لقد أصبحت طفلة فضاء. اتركوا رقم الهاتف وسنرسل لكم مفاجأة غدا. مفاجأة؟ هدية؟ عظيم. خمني يا أمي ماذا ستكون المفاجأة؟ أيعقل أن يرسلوك إلى الفضاء؟ أذهب للفضاء. سوف أكون طفلة الفضاء الأولى، وسأسافر إلى الفضاء. ميان خوا تانغ، ما الذي تفعلينه؟ أمي، ماذا أرتدي للذهاب إلى الفضاء؟ هذا أم هذا؟ قولي لي يا أمي. الذهاب للفضاء يحتاج لملابس خاصة، وليس هذه أبدا. كان لا داعي لارتداء الملابس، فماذا أجهز؟ تأخذ الأمر على محمل الجد. لن أفسد حلمها الفضائي. وجدتها. نعم، عليك التجهيز، والآن سوف أعلمك كيف تكونين طفلة فضاء مؤهلة ورائعة. هذا رائع جدا. أولا، القدرة على التوازن. فلتستقيمي، ارفعي رأسك. إن أردت أن تكوني طفلة فضاء فحافظي على توازنك فقط. هل هذا يعني أن أقوم بالسير على هذا الخط يا أمي؟ ليست بهذه الطريقة التي تقومين بها. يقوم رواد الفضاء بالدوران هكذا، لذلك عليك الدوران عدة مرات في مكانك ثم أكملي السير. لتسيري. الدرس الثاني، تمارين الجاذبية. مستعدة؟ ها؟ نعم، أنا جاهزة يا أمي. لنبدأ. إنه شعور رائع، أريد أن أحلق في الفضاء. الدرس الثالث، التأقلم مع أطعمة الفضاء. الأكل يحتاج إلى تمارين؟ بالطبع. إن هذا هو غذاؤك اليوم. أمي، هل هذا فقط ما سأتناوله؟ والدجاج؟ هكذا فقط تكون أطعمة الفضاء، وإن أخذت الدجاج معك سوف تطير في الفضاء. إنهم مساكين لأنهم لا يأكلون الدجاج. أما زلت تريدين أن تصبحي طفلة فضاء؟ مؤكد، سوف أصبح طفلة فضاء. عزيزتي، أنت مثابرة. إنه برج الكلب. عندما أصعد الفضاء سألتقط صورة له. ها، وصلت.
المفاجأة، مؤكد أنها زي الفضاء. يان خواتانغ، مرحبا. جئت تأخذني لأصعد إلى الفضاء؟ تفضلي هديتك. وماذا أيضا؟ أين زي الفضاء؟ لا يوجد زي فضاء هنا. إذا كيف سوف ترسلني إلى الفضاء الآن؟ ماذا تقولين؟ إلى الفضاء؟ ولكننا لم نستعد لإطلاق الأطفال إلى الفضاء بعد. وما هي تلك المفاجأة إذا؟ تلك التي أحضرتها لك. إن هذه ليست مفاجأة. إنها بالفعل مفاجأة. تذوق الكعكة هيا. كيف مذاقها؟ جيدة. هذا صحيح. ميان خواتانغ، لقد نبتت بذرة فضائية في قلبك الآن. بذرة فضائية؟ إنها سوف تنمو ببطء داخل جسدك، وكلما كبرت ستكبر ما دمت تعملين بجد في سبيل حلم الفضاء. مؤكد أنك ستصبحين فتاة فضاء حقيقية. حقا؟ رائع. علي تناول بذرة الفضاء بأكملها. رائع أن يكون هناك حلم. أول ليلة لميان خواتانغ خارج المنزل. يا أمي! أمي أين؟ ثياب نومي. ما هذا؟ ستنتقلين من المنزل؟ يا أمي، هذه أول ليلة لي خارج المنزل، علي الاستعداد. ستذهبين لمنزل شياو بينغو المجاور لمنزلنا. فلما كل هذه الأمتعة؟ سأستخدمها. ساعديني لأجد الثياب. حتى دورة المياه لم تدعها. عندما أذهب إليها لترتدي ملابسك التي تعتدين عليها. ها؟ ميخوا، أي ثوب أرتدي؟ ها؟ هذا أم هذا؟ ماذا عن هذا؟ هذا أم هذا؟ وهذا 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 أيضا. ستذهبين للفضاء الخارجي أم ماذا؟ سأستخدم هذه الأشياء ولن أترك شيئاً. دعيني أرى إذن ما كل هذه الأشياء. كل الألعاب؟ أجل، سوف ألعب مع صديقتي لعبة المنزل. خذي هذه الحقيبة فقط إلى هناك. هذه فقط؟ إنها كافية، فأنت ستبقين ليلة واحدة، وأخذ كل هذه الأشياء مزعج. صديقتي، هل انتهيت؟ أجل انتهيت، هيا بنا. تذكري أن تتغطي جيدا. اتصلي بي إن حدث شيء. ذهبت دون أن تعانقني. وأخيرا أصبح بإمكاني الاسترخاء والاستمتاع قليلا بهذه الليلة. ميان خواتانغ، مكالمة إعلانية. لابد أنها تتناول العشاء الآن. ميخوا، دعنا نجهز وجبة العشاء. لا يوجد أحد سوانا. أحب الطعام الذي توعدينه يا أمي. ميخوا، إن المنزل هادئ جدا بدونها. هل تعتقد حقا أنها تفتقدنا؟ ربما كانت تشعر بالخجل من صديقاتها.
يا ابنتي. عزيزتي، إنه أنا. أنا بخير، أنهي المكالمة الآن. ما خطبك؟ فأنت عادة ما تنتظرين مكالمتي. لقد ذهبت ابنتنا للمبيت عند صديقتها. أنا أخشى أن يحدث شيء، لذا أنتظر مكالمتها. حسناً، أغلق النوافذ جيداً. رأيت أحوال الطقس وعرفت أن هناك عواصف رعدية. إن أكثر ما تخشاه ميانو وتانغ منذ صغرها هو الرعد. لا بأس، فعائلة شياو بينغو سيعتنون بها جيداً. ميانو وتانغ تخشى الرعد كثيراً، علي أن أحضرها. أمي، ميانو وتانغ، لماذا عدت؟ خشيت عليك أن تبقي بمفردك. اشتاقت ميان خواتانغ إليك كثيرا، سوف تنتظر. علي العودة الآن. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا عزيزتي. قلقت كثيرا عليك أيضا. حقا؟ إن هذه المرة هي المرة الأولى التي تتركينني فيها. أيمكنني النوم بجوارك الليلة؟ بالطبع، وسوف أحكي لك قصة. مشكلة صنع الثلج. نظرا لعدم سقوط الثلج في عيد الميلاد، سنستعين بالثلوج المصنوعة للاستمتاع بالتزلج. ثلوج كثيفة. سيأتي أيضا بابا نويل هذا العام، هو والغزلان. يا أمي، أريد أن أصبح بابا نويل. حسنا ميان خواتانغ، فلتنتظري. أمك مشغولة الآن، العبي بمفردك. ماذا كنت تقولين للتو؟ لن تلعب أمي برفقتي مجددا. إخوة، دعنا نلعب معا لعبة بابا نويل والغزلان. لكن كيف يمكننا أن نصنع الثلوج هنا؟ إن الماء يتحول إلى ثلج عندما يكون الطقس باردا. لم يتحول الماء إلى ثلج، قد أصبح ماء متجمدا فقط، علي التخلص منه. يكون ارتفاعها مترين كما أخبرتك من قبل. لقد أتى بابا نويل. انظري يا أمي، لقد تمكنت من صناعة الثلج. إنه ثلج كثير جدا، كيف فعلتماها؟ ما هذا؟ هذا ريش. أنتما الاثنان، مكانكما. إن هذا رائع حقا، إن زلاجتي هي الأفضل على الإطلاق. هيا أخبراني، ماذا تفعلان؟
نقوم بصنع الثلوج. من أين حصلت على الريش؟ حصلت عليه من وسائد الفراش بالآلة. هذا رائع. هيا فلتتوقفي. لما فعلت هذا؟ أردت القيام بدور بابا نويل. الدقيق لا يمكننا أن نلعب به، وريش الإوز يستخدم في الوسائد. إنما فعلته الآن خاطئ للغاية. آسفة يا أمي، لكن إن لم أفعل هذا لن يأتي بابا نويل إلى الأبد. سيأتي بحلول عيد الميلاد. إن تصرفت هكذا فلن يأتي أبدا. أمي، تحدثت في الهاتف لإحضار هذه؟ شكرا لك يا أمي، أنا أحبك كثيرا. دعينا نستخدم عقلنا الآن لكي نزين شجرة عيد الميلاد. حسنا، وكيف سنصنع الثلج؟ ألم أعلمك من قبل كيف تجيدين صناعة الثلوج من قص الورق؟ هذا رائع جدا. هذه الطريقة لن تتسبب مطلقا في تخريب أي شيء. سأملأ شجرة عيد الميلاد بالثلوج. قبلة أبي. انتهيت، هيا فلتجربه. رائع جدا، إن مهارتك في أعمال الخياطة هي الأفضل على الإطلاق. أنت في كل مرة تقوم بتمزيق مرفق الثوب خاصتك، انتبه في المرة القادمة وإلا فلن أصلحه لك أبدا. شكرا جزيلا لك يا عزيزتي. انظري، لقد قامت أمك بتطريز هذه من أجلي، أليست جميلة؟ رائعة يا أبي. مخوة، أنا أيضا أريد أن يقبلني أبي. لا يوجد أحد هنا. ترى أي قطعة ثياب بها ثقب. كيف تكون ملابس أبي كبيرة وثقيلة هكذا؟ لن أستطيع حياكته حتى وإن كان مثقوبا لأنه ثقيل. إن هذا الثوب ليس مثقوبا، وهذا أيضا، وهذا أيضا. كيف يمكن أن تكون ملابس أبي المثقوبة قليلة بهذا الشكل؟ مخوة، لا تمسك بالجوارب الكريهة. هل يوجد بها ثقب؟ سنعرف إن كان هناك ثقب أم لا. رائع، لقد اتضح أن هذه الجوارب بها العديد من الثقوب. يبدو أنها مثقوبة بالكامل. رائع، سأقوم بالحياكة. تسربت المياه من الجوارب بالفعل، فكيف لا يمكنني إيجاد الثقوب؟ إخوة، يجب عليك أن تساعدني لأجدها. دعني أرى هذا، هل وجدتها؟ أنت رائع جدا. كيف أحيك الجوارب وأنا لا أجرأ على لمس الإبرة؟ كيف أقوم بالحياكة؟ سوف أستخدم الغراء. مخوة، هيا ساعدني سريعا، إنه شديد الالتصاق. وقد التصق الغراء في يدي أيضا. أنقذيني بسرعة يا أمي. ميان خواتانغ، ما الذي فعلته؟ كيف وصل الكثير من الغراء إلى يدك هكذا؟ أنا لم أفعل شيئاً، كنت أقوم بالأعمال اليدوية. فلتحترسي المرة القادمة. حسناً.
على الرغم من أن الغراء قد جف إلا أن الثقب لم يلتصق. كيف يمكن أن نصلحه يا ترى؟ وجدتها عندما جرحت يدي وضعت في أم اللاصقة الطبية. بوجود هذه سوف أستطيع إصلاح كل الثقوب. انتهيت من إصلاح واحد لكن اللاصقة قد مالت. ميخوا ساعدني، أريد نزع اللاصقات ولصقها مرة أخرى. قد أصبح لك أنف كبيرة مثل الفيل. هيا توقف بسرعة يا ميخوا. يبدو أنه علينا استخدام لاصقات أكثر. سوف أصلحه بسرعة. انظر لما فعلته يا ميخوا. عندما يعلم أبي أنني أصلحت له الجوارب سيكون سعيدا وسيقبلني. أبي انظر. ما هذا؟ إن هذا هو جوربك الذي رقعته من أجلك. هل أعجبك؟ ماذا؟ هل هذا جوربي؟ صحيح. إن الجورب مرقع بشكل مميز. ميان خواتانغ، شكرا لك يا عزيزتي. ما دامت ميان خواتانغ أرادت من هذا خيرا فسأكون راضيا. رائع جدا. إذن يا أبي قم بتقبيلي أنا أيضا. كنت أعلم أن أبي سيحب هذا. سأخذ جميع الثياب التي بها ثقوب وأقوم بإصلاحها. ميان خواتانغ توقفي.